السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الدرس الرابع عشر من تدريب نظم المعلومات الجغرافية GIS، حيث سنستكمل معكم في هذا الدرس إن شاء الله شرح بقية أدوات رسم مظاهر الجغرافية في برنامج ArcMap. هيا نبدأ على بركة الله. أما الأمر الأول الذي سنتعلمه في هذا الدرس هو رسم ظاهرة موازية لظاهرة أخرى. أول خطوة نقوم بها هي تفعيل شريط Editor من Editor Start Editing. نستدعي نافذة Create Features، نختار الطبقة التي سوف نرسم من خلالها. الآن لنرسم أي عنصر لا على التعيين في لوحة ArcMap. ليكن هذا العنصر، نضغط على F2، تم إنهاء عملية الرسم. الآن كيف سأقوم برسم موازي لهذه الظاهرة؟ أولا أختار نقطة البداية للظاهرة الجديدة، ومن ثم أحدد أي نقطة من الظاهرة التي سوف أرسم موازي لها، ثم أضغط كليك يمين، ومن ثم أختار الأمر Parallel أو من خلال اختصار Ctrl B من لوحة المفاتيح. نلاحظ تم تحديد الظاهرة الجديدة على أنها موازية للظاهرة التي قمنا بتحديدها. نختار نهاية هذه الظاهرة، ولتكن في هذه النقطة، نضغط على F2، تم رسم هذه الظاهرة على أنها موازية للظاهرة التي قمنا بتحديدها. الآن لننتقل إلى الأمر التالي، وهو أمر رسم ظاهرة معامدة لظاهرة أخرى. لنختار نقطة البداية، ولتكن هذه النقطة. الآن لنختار الظاهرة التي سوف نرسم معامد لها، ولتكن هذه الظاهرة. نضغط كليك يمين، ومن ثم نختار الأمر Perpendicular واختصاره من لوحة المفاتيح Ctrl-A. نلاحظ تم تحديد الظاهرة الجديدة على أنها معامدة للظاهرة التي قمنا بتحديدها. نختار نقطة النهاية، تم رسم ظاهرة معامدة لظاهرة أخرى. نضغط على F2، تم إنهاء عملية الرسم. الآن لننتقل إلى الأمر التالي، وهو رسم ظاهرة مائلة عن ظاهرة أخرى بزاوية محددة. لنختار نقطة البداية، ولتكن هذه النقطة. الآن لنقوم بتحديد الظاهرة التي سوف نعتمد عليها في تحديد زاوية هذه الظاهرة الجديدة، ولتكن هذه الظاهرة. الآن نضغط كليك يمين، نختار الأمر Segment Deflection أو اختصاره من لوحة المفاتيح F7. الآن لنقوم بتحديد الزاوية، ولتكن الزاوية 45 درجة. نضغط Enter، تم تحديد زاوية الظاهرة الجديدة. الآن نختار نقطة النهاية، نضغط على F2، تم رسم هذه الظاهرة المائلة عن ظاهرة أخرى بزاوية محددة من خلال أمر Segment Deflection. الآن لننتقل إلى الأمر التالي، وهو أمر Construct Point. نصل إلى هذا الأمر من قائمة Editor، نختار Construct Point، حيث يساعدنا هذا الأمر على إنشاء معالم نقطية جديدة بفاصل زمني على طول الخط المحدد. لنختار هذا الأمر، ظهرت لنا هذه النافذة Construct Point، والتي تتضمن Template، حيث قام البرنامج بإدراج الطبقات التي تدعم المظاهر النقطية. ولدينا في هذا المشروع طبقة City. لدينا أيضا Line Length، طول العنصر المختار الذي قمنا بتحديده. لدينا أيضا Construction Options، إعدادات الإنشاء، أي على ماذا سنعتمد في إدراج النقاط على طول هذا العنصر. لدينا الخيار الأول Number of Points، اعتمادا على عدد النقاط التي سوف نقوم بتحديدها في هذا المستطيل. ولدينا الخيار الثاني Distance، أي سوف نقوم بإضافة النقاط وفق تباعدات محددة نقوم بإدراجها في هذا المستطيل. لدينا الخيار Create Additional Points at Start and End، والذي يفيد في إنشاء نقاط إضافية في بداية ونهاية الظاهرة الجغرافية. لدينا أيضا Orientation، الوجهة، إضافة النقاط From Start، من البداية، أو إضافة النقاط من النهاية From End Points of Line. الآن نختار الخيار الأول Number of Points، ونقوم بتحديد عدد النقاط إلى 6 نقاط. نضغط على OK. نلاحظ تم إدراج 6 نقاط على طول العنصر المختار. الآن يتراجع عن الأمر Ctrl Z لنقوم بتحديد العنصر من جديد، ومن ثم ننتقل إلى Editor، ومن ثم نختار الأمر Construct Points. الآن لننتقل إلى الأمر الثاني Distance، والذي يعتمد على مبدأ إضافة النقاط وفق مسافات محددة. الآن نقوم بتحديد المسافات، ولتكن نقطة كل 500 وحدة قياس. الآن نختار الخيار Create Additional Points at Start and End. نختار Orientation From Start Point of Line. نضغط على OK. نلاحظ تم إضافة نقطتان إضافيتان في بداية ونهاية الظاهرة، وأيضا تم إضافة نقطة كل 500 وحدة قياس من العنصر. لنتراجع عن الأمر Ctrl Z، نحدد هذه الظاهرة من Editor، نختار الأمر Construct Points، نختار الأمر Distance، نقوم بتحديد المسافة 500، ونختار From End،
من النهاية. نضغط على أوكي. نلاحظ تم تحديد المسافة الأولى من النهاية ب 500 وحدة قياس، وتم إضافة 5 نقاط اعتمادا على المسافة التي قمنا بتحديدها. الآن نستعرض الأمر التالي والأخير، وهو الأمر كابي باراليل، والذي يفيد في إنشاء نسخة موازية لظاهرة محددة. لنختار هذه الظاهرة على سبيل المثال، نصل إلى الأمر كابي باراليل من إديتور، ومن ثم نختار كابي باراليل. ظهرت لنا هذه النافذة. لدينا في الأعلى الزر تيمبليت، ومنه نختار الطبقة التي سوف يتم إدراج النسخة ضمنها. لدينا الخيار ديستانس، ومنه نحدد كم تبعد النسخة الجديدة عن النسخة الأصلية. لدينا الخيار سايد، منه نحدد أين ستظهر النسخة. لدينا عدة خيارات، لدينا البوث في كلا الاتجاهين يمين ويسار، لدينا ليفت على اليسار، ولدينا رايت على اليمين. نختار الخيار بوث في كلا الاتجاهين. لدينا الخيار كورنرز، أي شكل الزاوية في الانحناءات. لدينا الخيار بيفيليد، حيث تكون الزاوية على شكل شطفة. لدينا الخيار ميتريد، بحيث تكون به الزاوية على شكل زاوية حادة. لدينا الخيار راوندد، بحيث تكون به الزاوية على شكل فيليت. نختار الخيار راوندد. نضغط الآن على أوكي. نلاحظ تم إنشاء نسخة للظاهرة المختارة، ونلاحظ أيضا الزاوية على شكل فيليت. وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الدرس. إذا كان لديكم أي استفسارات أو مقترحات، شاركونا بها من خلال كتابتها في التعليقات. شكرا حسن متابعتكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.